ترضاها؟ ترضاها؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الثلاثة. هذا الأربعة. أهلا وسهلا فيكم. تفضل أبيك. هذا عفش السبت، أبيكم تشوفون المكان. أقول إن شاء الله يعني كيف شفتي الغرفة؟ إن شاء الله يعني كذا. والله يعني الغرفة يبي لها شغل، لأنها بصراحة تجيب الغم. إي والله إنك صادقة، هذا راعي ذا الغرفة ثقيل طينة غثيث غثيث مرة، أعوذ بالله. عاد تدرين يعني بيني وبينك يعني في شيء مشترك؟ شلون يعني؟ ما فهمت. يعني أنت ثمونة وأنا ثلاثة، يعني بيني وبينك حرف الثاء. تشرفنا. معليش، أنا ودي أرتب أغراضي وارتاح قبل الدوام. اي والله ترى صادقة، يعني ترى الدوام يعني مسؤولية، ترى يعني ما هو بلعبة أبد. ممكن تتفضل برا؟ اي برا.